ولسه مستمرين وسط أهالينا في رحاب السيدة زينب، اللي مع كل خطوة بنخطيها في حياها بنقابل معجزة جديدة بتقول إن الخير فيا وفي أمتي إلى يوم الدين. معانا الدكتور يحيى محمود عبد الشافي، استشاري أمراض الروماتيزم والعمود الفقري. دكتور يحيى، منور أهالينا. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. أولا عرف أهالينا المشاهدين بحضرتك مين؟ دكتور يحيى محمود عبد الشافي، استشاري روماتيزم وتأهيل وطب عظام. تمام. إحنا مش جايين النهاردة لدكتور العظام، إحنا جايين للطبيب الإنسان دكتور يحيى محمود، صاحب المبادرات التي لا تنتهي في السيدة زينب. أنا عايزة حضرتك تحكي لي أو تكلمنا عن وجهة نظرك في رسالة الطب اللي للأسف مش كتير بيتبنوها دلوقتي. هو صراحة الطب مهنة إنسانية، وإن شاء الله هنستمر على هذه المقولة إلى أن نقابل المولى عز وجل. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. المبادرة الأولانية أن أنا أما بلغت 60 سنة قلت يجب أن الواحد يزكي عن حياته ويساعد أهله، وعملت الكشف المجاني للمرضى الغير القادرين. وحضرتك من أبناء السيدة زينب؟ بقالي فترة في السيدة زينب، نعتبر بأبناء السيدة زينب. تمام. ونشكر الأستاذ تامر اللي هو عرفنا عليكم، إن هو برضو عامل جمعية خيرية وبيقدم الخير لكل أهل السيدة زينب. كنا مصورنا معاه في الموسم الأول الحقيقة البرنامج. تمام. هو إنسان ممتاز وبيحاول يقدم خدمة فعلا للسيدة زينب. تمام. نشكره على إنه عرفنا عليكم. تمام. ابتدى بقى الموضوع الخدمي أو الفكرة تيجي في دماغ حضرتك إمتى وإزاي، وإيه أول حاجة ابتديت تطبقها؟ جت 2017 لما بلغت سن المعاش، وفعلا نزلت على الصفحة بتاعتي جنن، والحمد لله بدأت الناس تيجي، وبعض الناس كانوا بيجوا وهم مش مصدقين ان في كشف مجاني. ده حقيقي بصراحة لان ما بيحصلش لحد درجة ان كان في ناس بتيجي محترمة مش جاية عشان الكشف، جاية عشان تشوف فعلا الكلام ده فالدكتور ده صادق ولا لا. فالحمد لله ربنا وفقنا، وكنت مراعي ان المريض اللي يجي كشف انساني ما يتعرفش ان جاي كشف انساني، بيدخل في دوره عادي جدا، وموصي السكرتيره ان هو يدخل زي اللي دافع 400 جنيه كشف ما شاء الله. فالحمد لله ربنا وفقنا وحاسس بالخير، لان انا ناوي خير لاهالينا ان شاء الله. نعم بالله. طيب بعد اول خطوه حضرتك عملتها اللي هو يوم مجاني، حضرتك عملت خطوه تاليه؟ عملت كشف مخفض لاصحاب المعاشات. يعني اللي عنده اللي بلغ 62 زي يعني العواجيز هنا، فخليته يدفع 100 جنيه بس. تمام. يعني خصم 75% على ما شاء الله الكشف. تمام. وكمان كان في مبادره عملتها بس للاسف كانت عايزه بقى ترويج ودعايه اكتر من كده، اللي هي طلبه المدارس. عملت كشف مجاني لطلبه الابتدائي بالذات. اشمعنى طلبه الابتدائي بالذات؟ لان هم دولت رجال المستقبل، هم دول الثروه بتاعه البلد. فاكتشاف الامراض المبكره فيهم سواء مني او من طبيب القلب او طبيب اي تخصص، بننقذ هذه الارواح البريئه من مضاعفات امراض. طيب. مستقبليه. حضرتك دلوقتي بتتكلم في مبادره مهمه جدا بتتماشى مع مبادره 100 مليون صحه اللي اطلقها السيد الرئيس للكشف عن امراض التقزم والسمنه في المدارس، وحضرتك بتقول ان المبادره دي حضرتك ما غطتهاش اعلاميا بالوجه الكافي. الكاميرا مع حضرتك وأهالينا مع حضرتك، تقدر تطلق مبادرتك وسط أطفال المدارس من برنامج أهالينا. اتفضل اشرح مبادرتك لكل أهالينا. أهلا وسهلا وأشكركم جدا، وربنا يجعل هذا في ميزان حسناتكم. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. أنا مرة واثنين وثلاثة توجهت إلى حي السيدة زينب وقدمت طلب إلى رئيس الحي إن يبقى في يوم مخصص من كل استشاري في مجاله يروح لحد المدرسة وساعتين في الصباح أو ثلاثة يكشف كشف دوري على التلاميذ بمعدل يوم في الشهر مثلا لكل مدرسة، يعني يوم في الأسبوع يروح كل مدرسة فيبقى يغطي المدارس في الحي بتاعته. ممتاز. فللأسف كان في معوقات روتينية، فأرجو أن المبادرة دي تنال اهتمام من البرنامج وتذلل هذه العقبات. إن شاء الله هتذلل، ولكن أعتقد أن الموضوع مش محتاج موافقة رئيس حي قد ما محتاج تضافر من باقي التخصصات الطبية. يعني
السيد رئيس الحي إن شاء الله هيسمعنا وهيستجيب، ولكن الأولى بالاستجابة السادة زملاء حضرتك من الأطباء في السيدة زينب من باقي التخصصات. هو أكيد ما فيش حد هيمانع في عمل الخير ده. أكيد. المهم إنسان يبدأ، الشرارة الأولى تبدأ. أنا كنت مستعد ومستعد من الآن إن أنا أروح مدرسة أسبوعياً في الحي بتاعي. تمام. واخد بال حضرتك؟ وأفحص التلاميذ اللي هم التقزم وتشوهات العمود الفقري. وبالمناسبة عندنا هنا تخصص السمنة والنحافة والتغذية العلاجية الحمد لله ما شاء الله على أعلى مستوى، وخاصة في أطفال المدارس كمان واللي عندهم سكر والكلام ده كله. ما هو الأطفال يا إما عندهم سمنة مفرطة يا إما عندهم سوء تغذية نحافة، والاتنين غلط، وبعضهم عندهم سكر أطفال بالظبط. برضو محتاج تغذية علاجية منضبطة يعني. تمام. فإن شاء الله ربنا يجعل قدومكم. لا إحنا إن شاء الله من برنامج أهالينا بنعلن تبنينا لمبادرة حضرتك الخيرية اللي نتمنى إن يبقى فيه زيها في كل حي في مصر، إن لو ده حصل صحة الجيل الجديد الولاد بقى الشباب اللي طالعين هم اللي هيشيلونا بعد كده. بالظبط. ما شاء الله عليك. بالزبط. ربنا يبارك في حضرتك ويفيكم جميعا. تمام. كمل حضرتك إيه بقية المبادرات الخدمة المجتمعية اللي حضرتك عملتها وسط أهالينا في السيدة؟ والله هي المبادرات لأصحاب المعاشات والمبادرة المجانية والمبادرة المخفضة لأن في بعض المرضى يعني بيستحي أنه يجي يكشف مجانا يعني، فأنا بحفظ ما وجهه بعمل له إيه أجر بسيط جدا. أقول لك أنا برضو على مبادرة تانية العصفورة قالت لي عليه. لما حضرتك بتاخد خصومات من معامل أو مراكز أشعة معينة حضرتك بتوزعها على المرضى بتوعك. فعلا فعلا هو ده اللي وده عكس للأسف ما يحدث في بعض الأماكن الأخرى. تمام تمام. وأنا فعلا في معمل محترم هنا في السيدة زينب بس مفيش داعي لذكر اسمه، وهو بصراحة أسعاره العادية أقل من أسعار أي معمل تاني ب 40-50%. ليه؟ لأنه فعلا بيرفض مبدأ إن هو يدي متجد. نسب 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 الأطباء فبيخلي نسبة للمريض. وأنا فعلا المراكز اللي بتديني خصم بأديها للمريض اللي محتاج. تمام. سواء أشعة أو معانا. وهقول لحضرتك برضو أصل العصفورة فتانة جدا وما شاء الله مبهورة ما شاء الله عليكم وما شاء الله. في ناس ممكن تقول ان حضرتك بتعمل كده في عيادتك اللي في المنطقة الشعبية زكاة عن صحتك ومالك، ولكن ما لا يعلمه الآخرون ان حضرتك مطبق نفس النظام بالملي في عيادة المقطم، صح؟ بحاول لان عيادة المقطم لسه جديدة فبحاول اعمل كده الحمد لله. يوم الخميس برضو هناك الكشف كان مجاني بس بصراحة بدأ النهاردة بقى ب 50 جنيه بس يعني. تمام. برضو حاجة رمزية بس إن شاء طبعا. بس فالحمد لله ربنا يقوينا بس لان دي مهنة انسانية اساسا يعني. طبعا مع حضرتك والله العظيم زي ما قلت في المقدمة نموذج حي لمقولة سيد الخلق الخير في وفي امتي الى يوم الدين صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. طيب واللي عرفناه برضو من العصفورة ان حضرتك عندك ولد وبنوتة اطباء برضو وناويين يكملوا. كلمني عن ولادك. لا البنت دكتورة في طب أسنان في خمسة السنة دي دكتورة سهيلة، ومن الآن بتحاول يعني تقتدي بالمبادرات الخيرية. تأخرش حد يروح لها في المستشفى خالص إن شاء الله ما شاء الله جامعة القاهرة. الله أكبر. طيب حضرتك بقى كلمني عن حياتك الشخصية، أصل اللي جواه الخير قوي كده نزعة الخير في شغله هتبقى أكيد نزعة الرحمة دي معاه في حياته الإنسانية. بعيدا عن الطب حضرتك فكرت في ايه تاني لأهالينا؟ واسمح لي اسالك سؤال، ليه حضرتك ما فكرتش في كل ده غير بعد ما بلغت سن المعاش؟ لا هو في مبادرات كتيره بس الواحد قال يحترم نفسه بقى المعاش خلاص ويحسن الخاتمه بقى. ده حضرتك يعني ده حضرتك قدوه. الحمد لله. الله ده حضرتك لازم هو المبادرات التانيه اللي الواحد يتمناها فعلا من الاحياء بقى بتشجيع من الحكومه إن يتعمل مشاريع صناعية لكل حي. بمعنى؟ بمعنى مثلاً حي سيدة زينب مثلاً منتشر فيه النجارين. حلو. نقوم الحي يدرب الشباب ويعمل لهم ورش نجارة. حلو. تمام؟ تمام. حي تاني مثلاً يتبنى الشباب بتوعه مثلاً في شغل الحدادة، في شغل يعني يعلم بنات وأبناء الحي حرفة مفيدة. تمام. نهتم بالموضوع ده طبعا.
لان الحرف بدات تندثر. ده حقيقي. الاشغال اليدويه، التريكو للبنات، النجاره للصبيان، كل حي يعمل اكتفاء ذاتي ويطلعوا منتجات وتتباع المنتجات دي. زي منافس بيع تنظيم الاسره بالظبط. في الكلام ده كان ومنافس بيع السجون موجوده في العباسيه، حاجه شبه كده بالظبط، ان هو يبقى مشروع بيصرف على نفسه وبيعلم ناس كمان بالظبط، وهيستقطب الشباب من على الهاوي والكلام ده كده، هيبقى حاجه نافعه يعني. هل حضرتك بتخطط لمركز طبي خيري؟ يعني هل حضرتك تواصلت مع السادة الأطباء زملاء حضرتك حوالينا هنا، سواء مثلاً المشتركين في المبادرة مع الأستاذ تامر أو بشكل شخصي، طرحت عليهم الفكرة أن أنتوا بزق حضرتك يوم الخميس مجاني، عيون يوم السبت، هل حضرتك حاولت تعمل كده؟ والله دي أمنيتي كمان في مجال تخصي بالذات، أن أنا أعمل مركز علاج طبيعي على مستوى للأطفال المعاقين كمان. الله. وللكبار اللي غير قادرين. وفعلا بطرق كل الأبواب، بشوف الجماعات الخيرية، بشوف المساجد اللي ممكن تعمل حاجات زي دي، وفي بعض الأماكن مقفولة للأسف ومجهزة، بس في عوائق لتشغيلها، ترخيص ومسترخيص وكلام من ده. يعني هنا مثلا في زينهم اعتقد ان في مكان مجهز في المركز الشباب بتاع زينهم، بس ما بيهم مش شغال لسه، فليه ده ما يتفتحش ويشتغل، واللي هيتصرف عليه من الحي هيحصله طبعا، ولو بكشف رمزي. تمام. زي نظام الهلال الاحمر والكلام. أيوة. ده يعني. بس طيب انا بقول لحضرتك، حضرتك من خلال برنامج أهالينا، ولينا الشرف إن حضرتك تطلق المبادرات دي من عندنا، وإحنا مش هنكتفي بإن حضرتك أطلقت المبادرة بس، إحنا هنتابع الخطوات سواء في الحي أو مع السادة الأطباء، ونستأذن حضرتك إن إحنا هنتابع مع حضرتك بشكل يومي أو أسبوعي الخطوات لحد ما نوصل للحلم اللي حضرتك بتوصل له، هو علاج الغير قادرين، لأن كلنا إيد واحدة. يا رب يا دكتور يبقى فيه في كل مدينة، مش هقول في كل حي، دكتور زي حضرتك. أنا عندي استعداد أدرب طاقم العلاج الطبيعي اللي هم هيقوموا بالعلاج الحالات، مستعد أدربهم على أعلى مستوى وأعرفهم إزاي يعملوا الجلسات، وده اللي أقدر أقدمه. وكمان ممكن أروح في المراكز دي يوم برضو مجاني أو من هذا القبيل. يا جماعة، لما بنقول مصر ما يتخافش عليها، مش اعتباطاً، مصر ما يتخافش عليها طول ما عندنا دكتور يحيى وأمثاله من الأطباء اللي ما نسيوش إن الطب رحمة وإنسانية. دكتور يحيى، نورتنا وشرفتنا في أهالينا. سعيد جداً بلقائكم. شكراً جزيلاً للبرنامج. ربنا يخليك، وشكراً جزيلاً على كل فكرة طيبة بتحاول تساعد بها أهالينا. بإذن الله. شكراً جزيلاً. شكراً لكم أنتم. نورتنا.